فكرك معي دوم موجود، طيفك معي يا حلو الارهاف، عصمتني عن جملة الخود ونسيتني كل ما فات. اهلا وسهلا. البلوج هذا ما ادري ايش بسميه، بس يعني امس كذا اشتقت اني اسوي شيء لحالي، فكنسلت البلانز اللي عندي وسط الأسبوع هذا، لأن أول شيء يوم الخميس بروح السعودية، فقلت أبغى أريح قد ما أقدر، أخلص كل الأشياء لازم أخلصها قبل ما أروح. المهم أول شيء مبروك علي، وأخيرا الانستغرام حقي يتحرك. تخيلوا كنت معلقة على 112,000 متابع، يعني كذا يقل شوي ويزيد شوي، اللي يمكن مدة سنتين. تخيلوا كذا، ما وما ادري ليه كذا معلقه على هالرقم. فاذا ما تتابعوني هناك تابعوني. زي ما قلت لكم كم من فلوج قبل، انا صايره الحمد لله مره اجتماعيه، ومره هالشيء قاعد يفرق بنفسيتي، بس اشتقت اني اسوي شيء لحالي. فهاليومين كذا خصصتها انه بسوي شيء لحالي، بطلع مع نفسي وكذا. فحجزت لي موفي بروح اشوف مدام ويب، ان شاء الله يطلع حلو. والحين بروح امشي بالحديقه، باخذ كتابي معاي. عنا اليوم مطرت، فحس الدنيا بتكون كلها رطبة، بس نشوف. أنديا عاد خاصة مع الأمطار الحمد لله كذا مرة يشهي إنه الواحد يطلع لحاله ويروق. آخ مرة أحب المطر، مرة أحب المطر، كذا يسوي جو حتى لو ما أطلع من البيت، كذا يسوي جو. أوكي بدأت لبس شيء مريح أكثر، باخذ هذه التوت باك، وصلتني من براند اسمه باودر بيوتي اي ثينك، وهذا اريح بالظلام بالعالم. المشكله ان نص الحماس كان عشان اكل بوب كورن، لان قبل كم اسبوع رحت اشوف تريفر نوا، طيب كان عنده ستاند اب كوميدي في ابوظبي، وممنوع جوالات عشان ما يبغون احد يصور الشو، فنسيت انه ما في جوال، يعني ما في ابل باي، ما جبت معي لا كاش ولا بطاقاتي ولا شيء. المشكلة اني جايبة محفظتي معي البوظبي، انه just in case، والوقت اللي احتاجتها تركتها في السيارة. فكنت بموت مش شاهية بوب كورن، وكل احد حوالي قاعد ياكل بوب كورن، وريحة البوب كورن معبية المكان. فعشان كذا يعني بيسكلي كنت حاجزة بروح الموفي عشان مش شاهية بوب كورن، كذا ابغى بوب كورن فريش، عرفتوا. المهم ان الحين انا مرة شبعانة، احس اني ما راح اطلب بوب كورن لاني مش شهيته، بس ابي اكل بوب كورن عن شهوت ذاك اليوم. I do hope you will be careful with banana. I beg your pardon, señorita. راح يومي وانا اشوف ويست وورلد، قالت لي عنه صديقتي، وجدا ممتاز المسلسل، يعني فظيع، يعني او مو as good as Game of Thrones، بس it's up there. بس قاعد أشوفه بوقت أنا already قاعد أعاني من فكرة مو بتقبل، ودائما دائما دائما أجيب طاري هذا الموضوع بشكل أو آخر مع أختي، وتقول لي رأو مو بلازم تقبلين هذه الأشياء، يعني في أشياء يعني مثلا كذا كيف بالعالم بعض الناس ممكن يكونون، خاصة الرجال، they can be so cruel like يسوون أشياء، يعني أي أحد عنده ذرة sympathy، ذرة رحمة أو إحساس بالآخر مستحيل يسويها. طيب خاصة مع موضوع الأطفال والأشياء قاعد تطلع هالفترة، و كذا اللي يعني قاعد تجيني أفكار اللي هل يعني ما أدري يعني مخي مو قادر يستوعب ليش في ناس كذا، وكيف في ناس كذا، وخاصة إنه لما الواحد يفهم شوي بالسيكولوجي تستوعبون إنه دائما الناس تلعب على نفسها عشان ما تشوف نفسها هي الغلط، لأن الشعور بالعار من أشين المشاعر الواحد ممكن يحس فيها، فأغلب الناس ما تتحمل هذا الشعور، فيلعبون على نفسهم إنهم بالعكس هم الصح، حتى لو هم الأشياء اللي يسوونها
شنيعة، عرفتوا؟ فهذا الشيء بعد يروعني. I feel like I shouldn't be sharing any of this with you. Anyways, أحس أنه مفروض ما أشارككم هالأفكار. تعرفون لما مثلاً كذا أحد يفضفض لكم وأنتم ما كان فيكم للعافية، بعدين بعد هالفضفضة I'm basically trauma dumping on you guys. صدق هذه الفترة أحس هذا الموضوع كذا ماكل أغلب أفكاري، وأحس إني كذا مو قادرة أوقف لين ما ألقى حل أو ألقى إجابة أو شيء، إنه يعني ما أدري شلون أشرح. الحين بطلع بروح كوكو ليلي، مكان من أول أبغى أروح له، بس إنه شوي بعيد عني، شكله مرة حلو، وبجيب لصديقتي هدية لأن عيد ميلادها يوم الجمعة، وبعدها حجزت لنفسي مساج. بعدين بعد المساج سألت لي واحدة من صديقاتي، جارتي هي بعد نفس الوقت، فبشوفها بعد المساج. وبكرة الصباح بروح الرياض إن شاء الله. هذا الأوتفت والغرفة مرة حوسة، بس الحين خلني أركز باللي بسوي الحين وبعدين نشوف. الحب ردرد وبعطوال وحنا نتمشى بدون. هذه أكثر أغنية أحبها العيضة بلا منازع. تعزمنا ميداوش معاي بس غلطان. وصلت الله شوي تحسفت، شوي تحسفت اني حاجزة مساج، احس ودي اطول هنا. الإمارات من شان بيمديني ستدبر شنطتي، شكلي يعني بسيطة يعني رمضان، فباخذ كل جلابيات والحين باخذ مخاوير. هاي تاني خلصت مساج عشان كذا شعري كلزت، لسه ما سويت شنطتي، بسويها بكرة الصباح. راح أروح المطار اللي 9:30 الصباح 10، ففي وقت بكرة. الحين كذا خلاص احس مره من هدحالي، بس طبعا بسمعكم شيء. هذا الصوت خلاني استوعب ان ابي احد يقول لي اسمع اجمل بنات الناس الهامه للبيت اللي بنذبح مطلوب جمالك اللي يموت الناس قدامه احيا قصيدي ونبض الجود ونبض يا ويل تبدي. I've never in my life. طيب سمعت يا ويل تبدي يا بعد تبدي، ما نقول كثير يعني تعرفون لسه في جفاف عاطفي، فما نقول يا بعد تبدي كثير. أكثر شيء سمعته وتبدي. فhearing this I'm like it's kind of romantic, it's kind of sweet. فI want this. I'm obsessed with this. I'm obsessed with this sound. لبيه يا جمال بنات الناس الهامه، لبيه اللي من الابداع مخلوقه جمالك يلي من الابداع مخلوقه. ترجموها يلي من واو كيف شعوره هو كاتب هالكلمات، كيف شعور اللي كاتب بهالكلمات. الناس قدامه أحيا قصيدي، هو يقول قصيدي، بس أنا أول مرة سمعت الصوت أحسبه يقول قصيمي كذا، ليش ما حد قال لي عن الصوت
oh my god. بعدين استوعبت بس كنا يقول قصيمي المبسم اللي عليه من الطرف شامة. شوف انا عندي حبة عندي حبة خال يعني شوي هنا مرة خفيفة مرة خفيفة بس ان شاء الله مع الوقت بتبان اكثر. غصب بخلي الكلمات لي بكيفي بكيفي. عاد ما اعرف مين الشاعر صراحة. I can't get over it. يعني خلى خلى يا ويل تبدي sounds good. وبس والله خلاص بروح انام عشان بكرة يكون سلس. اوكي all ready to go to the airport. هذا صاير my new favorite outfit. كذا احس it's giving mysterious airport crush. Simple, unbothered. But I'm actually very bothered. I'm just kidding. I'm actually not. Am I bothered? I feel like I'm not bothered. Yeah, شعري عايز ينشف فرفعته بهدلني. بس إن شاء الله أنا معي كل شيء. خلاص شنطة كبيرة لأن بطول هالمرة بالسعودية وخلاص حطيت كل شيء يعني. عشان ما قد أشحذ من أمي وأخواتي أغراض. و yeah. Hi. Currently, برياض. أدري تشتاق من غرفتي أكثر مني. بموت من الكرامبس. بموت. يعني الحمد لله الحمد لله إنه نادر I get cramps this bad. بس اليوم كذا خلاص اللي I had a meeting قبل شوي مو قادرة أركز. الحين بروح عيد ميلاد صديقتي. جبت لها السويتر اللي سويت في دبي من كوكو ليلي. ما فيني حيل اطلع مره ثانيه من الكيس فبحط صورته. وهذا اللي انا سويته لي it's super super cute. مره عجبني. شوفوا المهم اني تاخرت مو مره تاخرت يعني بكون متأخر ربع ساعة لو طلعت الحين وبطني. فالحين بطلع إن شاء الله وتسوي لكم بلوغ خفيف للرياض. يلا الحين شلون بطلع أنا يبيلي أخذ بنادول بس ما أحب ما أحب وما عندي وما أبي. المهم this is my makeup. ليان أخذت كاميرتي لأن عندها كذا شيء مع الجامعة. I know she's in university. ليان كبرت. بعد شوي بتجيني صديقتي. بنروح كذا في شيء بالمملكة مسوين event أو شيء. هذه عباية ليان بعد. تخيلوا لقيت بلوزي في المملكة just social dining و it's fully vegan. كنت أروح oh my god super cute. كنت أروح أكسوة عشانه. وإن شاء الله ما أقدر أقول لي فاتورة ما فاتورة لأن I don't know where it is.
So yeah. تدرون على كثر ما I love being a girly girl إلا إن مرات أحس إن مكاني كذا طيبة هالأماكن كذا I thrive. السيارة اختفى وقت التصوير ما أدري وين راح. حرفيا دورنا كلنا كل التيم قاعد يدور بكل مكان مرة كنت متفشلة بس اختفى. فرجعت أخذ السيارة بالسبير بكرة وروح محل مفاتيح ولا شيء أسوي سبير بعدين تخيلوا سلسالي نسيتها هنا. منتشر بالصحراء بحب البنت السمراء قاعدة جوا الخيمة وبتشرب قهوة مرة.